GFX Academy. بسم الله الرحمن الرحيم. هنتكلم على الاريسر تول او الاستيكة بتاعتنا او الممسح. هنا من عند العلامة دي والاي الشورت كات بتاعتها، يبقى هدوس على اي من الكيبورد او بضغط هنا بلاقي طبعا زي ما عرفنا وتعودنا قبل كده. لو انا فتحت دي شوية كده دايما بلاقي لما بضغط على حاجة من دول بيفتح لي البروبرز بتاعتها تحت. فزي اي اداة الاريسر فتح لي التولز بتاعتها وفيها خمس اختيارات، وفي هنا اختيار وفي هنا اختيار. ايه الحاجات دي؟ طبعا الكلام ده عرفنا الشكل والحجم، وتحت دي بيقول لك هديك خاصية ان انت لو ضغطت على حاجة معينة بياخد لي كل اللي ليه نفس درجة من اللون او نفس الطبقة من اللون. يعني احنا عندنا هنا كام طبقة؟ طبعا الخط اللي بره ده شوف فيه كام طبقة، وده في طبقة وده طبقة وده طبقة. لو انا جيت لما اخترت الريزر تول وشغلت الخاصية دي بلاقي لو رحت على الطبقة دي بيمسحها لي هي بس، حتى علامة حنفية كده. هنا الطبقة دي بيمسحها لي، هنا الطبقة دي بيمسحها لي، هنا الطبقة دي بياخدها كلها على بعضها ويمسحها لي. طيب انا عايز اشيل ده خالص. طيب ولنفرض ان انا عايز امسح الطبقة دي والطبقة دي الطبقة دي، واخلي مثلا البنت واخد طبقة من هنا واروح اعملها كلها طبقة واحدة، بدوس في. طيب هخش على الاريسر تول، طيب والاقي هنا الاريسر نورمال، بضغط عليها وابدأ امسح. خلاص احنا فاهمين الاريسر على اي برنامج ديزاين او رسم في نفس الادوات دي كلها، يعني ما بتختلفش كتير، في حاجات معينه معروفه ومتكرره، ومنها الاريسر النورمال اللي هي بالشكل ده بمسح الشكل عادي خالص. طب ايه المختلف هنا؟ الاريسر فيلز. ايه الاريسر فيلز؟ خليني اعمل لك حاجه زي كده واختار من الاي وباجي على الفيلز. شوف ايه الفرق. دلوقتي انا عملت لاين، ده الخاصيه بتاعته لاين الابيض وده شيب. طب انا لو جيت عملت كده مسح لي ايه؟ الفيلز اللي جوه او الشيب اللي جوه بالشكل ده. يبقى ده الفرق بينه وبين النورمال، ما بيقربش على الحواف او الخطوط. تالت خاصيه العكس بقى هو الصحيح، هيبتدي يشيل لي اللاينز، هو شال لي اللاينز وبعد خالص عن الجسم بتاعه. طيب نرجع تاني نختار الخاصية الرابعة Erase Selected Fills، يبقى الحاجة اللي انا مختارها هيبتدي يعمل لي عليها Erase. طبعا انا مش مختار هنا حاجة، فمهما عملت مش هيعمل لي اي حاجة. فانا بروح بضغط كده، بروح على الاستيكه بتاعتي وبروح جاي ابدا امسح، بيمسح لي بالشكل ده. طيب اجرب اللاينز وباخد دي بعد كده. شفت بقى هنا ليه؟ لان ده لاينز. خليني اقول لك اللاينز ازاي تحوله لشيب. انا مختار اللاينز ده، بروح على موديفاي وعند الشيب وبقول له convert lines to fills. كده بقى خواص دي نفس خواص دي، حتى تلاقي كمان العلامة الاستروك دي، العلامة اللي هنا خلاص اختفت. ليه؟ لان ده ما اصبحش استروك، ما اصبحش خط، اصبح شيب. فهنا هتنطبق عليه الخاصية بتاعتنا اللي هي الرابعة اللي هي fills مش ستروك ولا لاينز. فهنا انا اخترته وبدأت امسح، هيبدأ يمسح لي على طول بالشكل ده. الخاصية الاخيرة الاريسر انسايد،
لو عملت كده مش هلاقي اي حاجة. ليه؟ لان ده مخصص بالنوع الواحد، يعني انا لو جيت جوه مسحت جوه هيسمح بكده، لو جيت مسحت على الخط هيسمح، انما لو جيت مسحت على الاتنين كده هو ما عارفش. ليه؟ لان هو بياخد الطبقة الواحدة برضو، يعني انا الريسر دي بتاخد طبقة واحدة بس، يعني امسح جوه ماشي يقبل لي. ليه؟ لان دي طبقة واحدة الاحمر هو فهمها، وده نفس الحكاية دي طبقة واحدة الابيض، انما لو جيت بين الاتنين وعملت كده عمل ايه؟ خلي طبقة واحدة منهم، اللي هو الاريسر كانت مايلة شوية عند، يعني شوف ناحية الاحمر كتير مايلة، او معظم الاريسر عند الاحمر فهو بيمسح الاحمر، او معظم الاريسر عند الابيض يمسح الابيض، انما ما يمسحش الاتنين مع بعض. شايف؟ واخد برضو هنا زي ما قلنا، يبقى هو بياخد طبقة واحدة ويبدأ يتعامل معاها، وده كان خاصية الإريسر، ودي بتنفع قوي في في الارت او الرسم، بتبتدي تحدد لك كويس قوي، وبتبتدي تحدد لك انت عايز ايه بالظبط وفين والكلام ده كله، يعني بتطلع لك شغلك بدقة وبتخليك تظبط شغلك. السلام عليكم.